بس خلي بالك من كاميراتها بقى وهنبدا التسجيل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الجول بلادر. بص، الجول بلادر دي انا بعتبرها من الحاجات المظلومه، من الحاجات المظلومه. ليه حضرتك حاسس انها حاجه مظلومه، او ليه انا بقول انها حاجه مظلومه؟ لان علمونا زمان ان الجول بلادر دي ما فيهاش غير مرض واحد بس، ما فيهاش غير مرض واحد بس. حد عارف اسمه ايه؟ حد عارف اسمه ايه بالظبط؟ هو مرض واحد بس، ان حضرتك لو لقيت فيها حصوه او ما تلاقيش فيها حصوه. ودي احد المصائب اللي كل الناس بتتعامل فيها باستخفاف مع الجول بلادر. يقول لك بص كده على المراره بتاعته وشوف فيها حصوه ولا لا. النهارده هنتكلم، ممكن محاضره هي تقريبا الاطول على مستوى الكورس من كتر الحاجات اللي موجوده في الجول بلادر. طيب تعال نشوف كده الجول بلادر هنتكلم عن كم موضوع، وبرضو التعليقات الصح بتاعتنا تبقى ايه. لان يعني خلي بالك انا بشوف ناس تكتب اكيوت كوليسيستايتس على حاله جول بلادر ستون، وحاله تبقى اكيوت كوليسيستايتس وهو يكتب ان في جول بلادر ستون بس. فاحنا لازم نبقى عارفين نكتب ايه بالظبط. بص كده هنتكلم عن الاول ايه شكل الجول بلادر النورمال وايه الاناتومي النورمال بتاعها، وبعد كده هنتكلم على شويه انوماليز بتحصل جواها، ايه الانوماليز اللي ممكن تبقى موجوده في الجول بلادر. بعد كده هنتكلم ماذا لو بقى جواها حصوة، ماذا لو بقى جواها حصوة. بعد كده ماذا لو الحصوة دي عملت التهاب، فنخش في ديزيز تاني اسمه كوليسيستايتس. طيب هل الالتهاب ده فضل التهاب عادي ولا كون مضاعفات، فهنقول الكومبليكيشن بتاعته. بعدين ماذا لو ست كان عمال يجي لها ابيسايتس اوف التهابات وبعدين تروح التهاب وبعدين يروح، فبنسمي ده كرونيك كوليسيستايتس، التهاب مزمن في المرارة. في حاجة اسمها لحمية بتيجي في الجول بلادر، بوليب. في حاجة اسمها كانسر بيجي في الجول بلادر، كانسر. في شوية حاجات ميسيلينيوس هنتكلم عليها بعد. يبقى احنا كده عندنا شوية حاجات، فتعالى نبدأ واحدة واحدة نشوف الاناتومي بتاعنا. بص يا سيدي، الاناتومي بتاعنا الجول بلادر ده وظيفتها ايه في الحياة؟ يعني ايه الوظيفة اللي هي بتعملها في الحياة؟ ان الليفر في حاجة اسمها جواه بيلياري سيستم اللي بتمشي في البورتال ترياد مع الهيباتيك ارتري والبورتال فين، تمام؟ فيبدأ البيلياري سيستم ده يجمع حاجة اسمها بايل. ارسمها لك هنا بلون تاني مثلا، ارسمها بلون اصفر مثلا، يجمع لي حاجة اسمها بايل. البايل دي وظيفتها انها تنزل، البايل دي وظيفتها انها تنزل جوه الامعاء وتعمل مساعده في الهضم ومساعده في الحاجات دي. بس احنا مش هننزلها كلها، لا، احنا هناخد جزء منها كريزرفوار او كريزيرف وندخله على الجول بلادر. يبقى بدل السائل ده ما ينزل كده يخش على الامعاء على طول ويخش على الديودينم عشان يهضم الاكل، لا، احنا هنعمل عندنا مخزن، جسم هيعمل مخزن. عشان كده كل ما العيان يبقى صايم ومش محتاج الهضم ومش محتاج حاجه يبدا المخزن ده يتملي. عشان كده بنقول للعيان تعالى صايم عشان المراره تتملي بالبايل او المخزن بتاعنا. وانس ان العيان بدا ياكل وبدا الاكل يخش جوه الديودرم، بقى في هنا حته البيتزا الشهيره بتاعتنا، فاكرينها طبعا حته البيتزا الشهيره، يبدأ الجول بلادر تنقبض وتطلع العصارة بتاعتها، تطلعها عشان تروح تهضم البيتزا، تمام كده؟ طيب يبقى ده وظيفة الجول بلادر. طيب دي وظيفة الجول بلادر. الجول بلادر متحدة مع البيلياري سيستم، متحدة عن طريق حاجة اسمها سيستيك داكت. يبقى الجول بلادر البوابة بتاعتها أو الطريق بتاعها اللي بيلتحم مع البيلياري سيستم اسمه سيستيك داكت، تمام كده؟ طيب البلادر بتتكون من كام جزء؟ لقينا ان هي بتتكون من ثلاثه اجزاء اساسيه. الجزء الاول اسمه الفندس، وهو ابعد جزء، والجزء البعيد عن ايه والقريب من ايه؟ البعيد عن البيلياري سيستم والتقائها مع السيستيك داكت. بمعنى هو اخر جزء بعيد هنا، مش اخر جزء قريب من السيستم داكت هنا، لا، اخر جزء بعيد هنا، هو ده اللي اسمه الفندس. وبعد كده عندنا جزء تاني كبير اسمه البادي،
وبعد كده عندنا جزء ثالث اسمه النكت اللي هو قبل السيستيك داكت على طول. تمام؟ يبقى السيستيك داكت دي بتلتقي مع حاجه اسمها هيباتيك داكت اللي هي جايبه البايل من الليفر، اللي هي جايبه البايل من الليفر، ويتحدوا مع بعض ويعملوا لي حاجه اسمها الكومن بايل داكت. يعملوا لي حاجه الاثنين مع بعض كده، يعملوا لي حاجه اسمها الكومن بايل داكت. تمام؟ يبقى تاني، الجول بلادر بتتكون من كام جزء؟ الجول بلادر بتتكون من كام جزء؟ الناس تصحى، الناس تصحى، الناس ما تنامش. الجول بلادر بتتكون من 3 أجزاء: فندس وبادي ونك. فندس وبادي ونك. بعد كده جه ناس، مجموعة ناس آخرين قال لك لا، إحنا ممكن نزود جزء رابع، وهو جزء كده ضيق قبل النك اسمه انفانديبولم، او جزء سوري متسع قبل النك اسمه انفانديبولم. ماشي، يبقى زودوا حاجه رابعه، بس خلينا احنا في الثلاثه بتوعنا اللي احنا حافظينهم: فاندس وبادي ونك. تاني، تلتقي تطلع المراره، تطلع كل السائل بتاعها، كل العصاره الصفراويه بتاعتها، كل العصاره تطلع في طريق اسمه السيستيك داكت. في الطريق ده السيستيك داكت اللي بتلتقي على العصاره اللي نازله من الليفر في الكومن هيباتيك، هيباتيك من الهيباتيك من الليفر داكت، يتحدوا في حاجه اسمها كومن بايل داكت، تروح للامعاء وتخش تهضم مين؟ تخش تهضم حاجه اساسيه جدا عندنا، اللي هي لازم تبقى عارفها وحافظها، حته البيتزا، صح كده؟ حته البيتزا. ممتاز. طيب تاني، ده المنظر اللي حضرتك لازم تتعوده كائناته من الاول قبل ما نتكلم على الباثولوجي ونتكلم على اي حاجه. فاندس بادي، الحته المتسعه دي بيسموها انفانديبولم، او في ناس بتسميها هارتمانز باوتش. طب دي تفرق معانا في حاجه؟ يعني ليه الناس سموها كده؟ بتفرق معانا في حاجه؟ بتفرق معانا في حاجه؟ يعني ليه الناس سموها؟ ليه بقى ما قالوش الحته دي كده على بعض، النك وبادي وفاندس وخلاص؟ ليه في بعض العلماء جه قالوا لك الحته دي كده؟ الحته دي انتوا شايفينها الاول؟ شايفين انا قصدي على انهي حته؟ شايفين اللي برسم عليها باللون الاسود دي؟ شايفينها يا شباب؟ واضحه؟ الحته اللي مرسومه باللون الاسود دي هي الناس موجوده ولا الناس مش موجوده، ولا صوتي مش واصل، ولا الناس بس يعني خليكم معايا عشان ابقى فاهم ان انت معايا. خليك معايا وقول لي اه ان انت، عشان ابقى عارف بس الصوت ما قطعش، الصوت جاي. يبقى دي سموها انفانديبولم. ليه بقى سموا الحته دي انفانديبولم بالذات؟ لان لاحظ كده الانفانديبولم جنب دي، جنب دي اللي هي مين؟ جنب دي اللي هي مين؟ السيستيك داكت. جنب دي اللي هي السيستيك داكت، وجنب دي اللي هي اسمها الكومن هيباتيك، الكومن هيباتيك داكت. تمام؟ طيب حلو. لو جات ستون امباكتد ستون هنا في الهارتمان باوتش، ممكن تمشي يعني تزق الحته دي تكبر بالستون كده لغايه ما تضغط على الكومن هيباتيك داكت، وبالتالي هتقفل مين؟ وبالتالي هتقفل مين؟ تقفل الكومن هيباتيك داكت، صح؟ وعشان كده دي ديزيز هنتكلم عليها في محاضره البيليري اسمها ميريزي سندروم. ميريزي سندروم، ان الستون تيجي هنا في الانفانديبولم وتبدا تزق هنا الحته دي، عشان هي جت هنا بالذات، ما جتش هنا، ده جت هنا بالذات، فتزق الحته دي فتقفل الايه؟ الكومن هيباتيك داكت. هتسمعها بالتفصيل طبعا في محاضره البليون. طيب تعالى نشوف كده الشكل بتاعنا بقى على السونار بقى اللي احنا عارفينه او اللي احنا عايزين نعرفه. اهو عندي دي جول بلادر اللي دايما جنب البورتال، وجنب داخل ناحيه البورتال هي دي النك، وابعد حته خالص او الحته اللي عامله دايره كده، افتكرها الحته اللي عامله كده دي الفاندس، واللي في النص بينهم البادي، واللي في النص بينهم البادي. طول الجول بلادر طولها لغايه كام؟ طولها لغايه كام؟ يعني امتى اقول عليها جول بلادر طويله؟ امتى اقول عليها جول بلادر طويله؟ تمام، طولها لغايه 10 سم. طول الجول بلادر هقبله لغايه 10 سم.
أكتر من 10 سنتي هبدأ أقول عليها طويلة. طيب إحنا الإنسان عبارة عن طول وعرض، صح كده؟ طيب إمتى أقول عليها بقى تخينة؟ إمتى أقول عليها بقى عريضة؟ أكتر من كام؟ أكتر من 4 سنتي. أكتر من 4 سنتي، تمام؟ يبقى تاني، أنت عندك واحد، في شاب واقف وشاب واقف، أنت أقول الشاب ده، أنت أقول الشاب ده أطول من الشاب ده، لما الشاب ده يبقى طوله 10 سنتي، أطول من 10 سنتي. طب عندك شاب كده رفيع، وعندك شاب قلبوزة كده وتخين، أمتى أقول عليه تخين؟ لما يبقى عرضه أكبر من 4 سنتي. كذلك البول بلادر، كذلك البول بلادر، آدي طولها 10 وآدي عرضها 4، تمام كده؟ طيب هل دول المقاسين بس؟ هل دول المقاسين بس اللي أنا محتاجهم، الطول والعرض؟ لأ، في مقاس تالت. مقاس تالت، الجدار بتاعها سميك ولا مش سميك؟ طب ده اعرفه ازاي؟ اعرفه بكذا نقطه. اول حاجه ان انا ابقى فاردها ال اس، يعني فاردها بالطول، جايب فاندس وبادي ونك، هوريك التي اس بتاعها ازاي دلوقتي. يبقى اول حاجه ان انا فاردها ال اس. تاني حاجه بقيس الوول اللي ناحيه الليفر، مش بقيس الوول البعيده. دايما هتلاقي الجول بلادر كده ليها وول ناحيه الليفر وليها وول بعيده، حضرتك بتقيس اللي ناحيه الليفر. تالت حاجه، المقاس ده كام؟ المقاس ده اخره 3 مللي، اخره 3 مللي. يبقى بدانا بقى نخش في الجد، وبدانا نعرف شويه ارقام. طول الجول بلادر الماكسيمم كام؟ طول الجول بلادر الماكسيمم كام؟ معلش بقى جاوب معايا واصحى معايا بقى بعد اذنك، عشان انتوا نايمين النهارده. طول الجول بلادر 10، عرض الجول بلادر 4، الوول بتاعها اخره كام؟ ممتاز، هو ده 3. نقيس الانتيريور وول ولا نقيس البوستيريور وول؟ نقيس انهي واحد؟ الانتيريور وول اللي ناحيه الليفر. نقيس ال اس ولا تي اس؟ نقيس ال اس ولا تي اس؟ ال اس، تمام كده يا شباب؟ تمام الكلام لغايه دلوقتي؟ كده بدأنا نعرف شوية حاجات عن الجول بلادر. تعالى نشوف تاني، وبرضه لازم عينك تبقى واخدة على الجول بلادر. الحتة دي اسمها ال، الحتة دي اسمها الفاندس، اللي هي آخر حتة فوق. الحتة اللي ناحية البورتا هيباتس هي النك، حته اللي ناحيه بورتا سيباتس اللي هنا. طيب شايف كده في حته عامله اتساع، حد عارف مين دي؟ في حته كده عامله اتساع في الجول بلادر، حد عارف مين دي؟ دي الانفانتيبلم او الهارتمان، او الهارتمان باوتش، ممتاز. طيب عندي الوول رقم ام والوول رقم ال، لو عايز اقيس الوول اقيس ام ولا ال؟ لو عايز اقيس الوول اقيس ام ولا ال؟ بقيس ام طبعا، اللي ناحيه الليفر، اللي ناحيه الليفر، ممتاز ممتاز. طيب تاني تعالى نشوف مع بعض القصه ماشيه ازاي. تاني ادي الحته اللي الناحيه دي كده، دي الفندس، وبعد كده عندي كل ده البادي، وبعدين عندي حته عملت اتساع ودخلت لجوه، دي الانفانديبولم او الهارت مان باوتش، وبعدين الحته اللي ملولوه دي على بعض كده، كلها على بعض كده، كل الحته دي بما فيها الهارت مان باوتش انكلودنج الهارت مان باوتش، دي النك. حتى لو انت مش عارف تطلع تفصل قوي الهارت مان باوتش من النك، مش مهم مش مهم، بس احنا بس اللي عارفين القصه مع بعض. طيب بعد كده الصفره اللي طالعه لبره دي مين بي؟ مين دي الصفره اللي طالعه لبره دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه الصفره اللي طالعه لبره دي؟ السيستيك داكت، مش كده؟ السيستك ضبط. لاحظت ايه اختلاف الجول بلادر دي؟ ايه الاختلاف ما بين الجول بلادر دي عن اللي فاتت؟ ايه رايك؟ هل في اختلاف بين دي والجول بلادر دي؟ والجول بلادر دي هل في اختلاف بينهم؟
بدأ يظهر عندي حاجات كده، صح كده؟ بدأ يظهر عندي حاجات كتير هنا، بدأ يظهر حاجات كتير هنا. طيب حضرتكم كتبتم البنط العريض، وكما غنى الزميل الفاضل حبيبي بالبنط العريض، حضراتكم كتبتم البنط العريض ان ده سبتم، صح كده؟ وطبعا زي ما هو قال كده غلط، غلط صح؟ غلط. ليه غلط؟ ليه غلط؟ دي اسمها فولد. وفي فرق يا دكتور ما بين الفولد والسبتم. هنقوله كمان شويه، هنقوله كمان شويه، بس دي اسمها فولد. خلينا بس ايه نصحح مصطلحاتنا كده النهارده ونركز مع بعض شويه. طيب تاني نرجع كده، انا وريتها لك كذا مره عشان تبقى عارفها، ادي عشان ما نختلفش مع بعض في اي حاجه بعد كده. ده مين اللي انا برسمه بالاصفر ده؟ مين اللي انا برسمه بالاصفر ده؟ اكتب اول حرف بس، ما تكتبش الكلمه كلها، ما تتعبش نفسك، اول حرف، خليك دايما معايا في اول حرف. طيب الحته دي كده على بعض، انكلودنج الانفانديبولم، اسمها ايه الحته دي كده؟ اسمها ايه؟ ممتاز، اكتب لي اول حرف، اكتب ان بس وانا افهمك، وكل اللي في النص ده البادي، فاندس بادي نيك، تمام؟ ممتاز ممتاز. وده الانتيريور وول اللي بقيسه، اللي اخره 3 مللي، بقيس البوستيريور وول. طيب تاني هنا برضو عندي الحته دي النك اهي، النك اهي، ودي الحته اللي فيها اسمها هارت باوتش، يعني عرفناها وفهمنا بنستخدمها. طيب ايه رايك الجول بلادر دي فيها حاجه؟ الجول بلادر دي فيها حاجه ولا كويسه؟ ممتاز ممتاز. بدات حضرتك تلاحظ ان الجول بلادر دي مختلفه عن سبائقها، مختلفه عنهم في ايه؟ ان دي جواها حاجات اسمها ستونز، جواها حاجات اسمها ستونز، الحاجات البيضه اللي جواها دي، يبقى المفروض ان بطانه او الفلويد اللي جوه الجول بلادر كله اسود صريح، اسود سواد صريح، تمام؟ ما يبقاش جواه اي حاجه، جواه اسود سواد صريح. هنا بدا اشوف جواه نقط بيضاء، نقط بيضاء، فسميت ده ستونز، هنتكلم عليها اسمها الصح ايه بعد كده، هنتكلم عليها كمان شويه. ده شكل طبعا الجول بلادر بالسي تي، تمام؟ الجول بلادر بالسونار السائل اللي جوه لونه اسود، بالسي تي السائل اللي جوه لونه رمادي، رمادي. امال ايه اللي لونه اسود في السي تي؟ ايه اللي لونه اسود في السي تي؟ اسود بيور كده، اسود بيور كده، الهواء، الهواء هو الاسود البيور في السي تي. امال ايه الاسود الغامق ده؟ زي الحته دي كده، ايه الاسود الغامق ده؟ او اللي اقرب للاسود ده الفات، ده الفات، تمام؟ يبقى كده بدات تفرق شويه درجات كده، ده درجه الهواء في السي تي، ده درجة الفات في السي تي، ده درجة الووتر في السي تي، تمام كده؟ تمام، بدأت تتضح الألوان بتاعتك، حتى لو أنت ما شفتش السي تي قبل كده تبقى فاهم بس الألوان شكلها رايحة فين. مين اللي بيغذي المخزن ده اللي اسمه الجول بلادر؟ بيجي لها كهرباء منين؟ بيجي لها تغذية منين؟ من حاجة اسمها سيستيك أرتري، من حاجة اسمها سيستيك أرتري. بيطلع منين السيستيك ارتري ده؟ بيطلع من حاجه اسمها الكومن هيباتيك داكت، سوري، الكومن هيباتيك ارتري. وفاكر لما شرحنا المحاضره اللي فاتت الهيباتيك ارتري ده جاي منين؟ الهيباتيك ارتري ده جاي منين؟ ممتاز، من السيلياك ترانك. يبقى السيلياك ترانك اللي طالع من الاورطة، ممتازين، السيلياك ترانك اللي طالع من الاورطة اداني هيباتيك ارتري، والهيباتيك ارتري اداني حاجه اسمها سيستيك ارتري. بعد كده السيستيك ارتري ده لاحظت كده اتقسم كام قسمه؟ اتقسم كام قسمه؟ اتقسم كام قسمه؟ اتنين، واحد بيمشي انتيريور للجول بلادر، واحد بيمشي بوستيريور للجول بلادر. سؤال بقى، هل احنا اصلا بنجيب السيستيك ارتري ده ولا مالناش دعوه بيه؟ حد في البراكتيكال بتاعه بيجيبه ولا مالناش دعوه بيه؟ مالناش دعوه بيه طبعا، ما دعوه بيه طبعا. احنا ايه اصلا ما بنجيبش الكومن هيباتيك ارتري، اصلا احنا ما بنجيبش السيليا ترانك،
اصلا احنا بنشوف الاورطه بالعافيه وساعات ما بنبصش عليها اصلا في حالات البطن والحوض. فيعني ما تصغرش الموضوع، ما تصغرناش مع الناس يعني. يعني احنا بنكبرك يا دكتور عمرو، وبنشوف اورجان كبيره وبنحترمك وعاملين لك احترام، وبنشوف الاورجان الكبيره. اتكلمنا عن الليفر، اتكلمنا الكبارات يتكلموا على الحاجات الكبيره، الكبارات يتكلموا على الحاجات الكبيره، اتكلم على الليفر، اتكلم على الجول بلادر. انما تقعد بقى تقول لي اورطه ولا بوظه بيطلع منه سيليك ترانك ويعني تقول لي هيباتيك ارتري، الموضوع بقى ايه سوري يعني صغر قوي، صغر قوي. طبعا بنجيبه يا ابني انت وهو، طبعا بنجيبه، مفيش حاجه اسمها لا، مفيش حاجه لا اسمها لا، بنجيبه 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 بنجيبه. فين هو السيليك ارتري ده؟ انت هتلاقي دايما لما تجيب عند الجول بلادر وحضرتك معاك جهاز محترم شويه، لو عملت فوكس وظبطت عوامل الدوبلر بتاعتك هتلاقي ارتري ماشي قدام وارتري ماشي ورا، هتلاقي القصه دي. هنستخدمه بعد شويه كده، نستخدمه بعد شويه، قد نستخدمه في حاجه من حياتنا يعني. تاني حتى لو جات معاك جهاز تعبان زي الجهاز اللي في الصوره ده اهو، انتيريور هو ده، هو اللي لازق في الجول بلادر، هو الانتيريور. كمان مش عايزه تفكير كتير، هروح عند الجول بلادر واحط كلر واظبط العوامل بتاعتي اللي ماشي انتيريور للجول بلادر، وهتلاقي المفروض ان واحد تاني ماشي بوستيريور، بس الانتيريور بيبان اكتر، الانتيريور بيبان اكتر. هنستخدمه ليه استخدام يعني يا دكتور عمرو، ولا حضرتك بتوجع لنا دماغنا وخلاص؟ ليه استخدام؟ اه ليه استخدام، اكيد ليه استخدام يعني، اكيد مش جاي اروش عليك وخلاص، صح كده؟ اكيد مش قصدي ان انا اروش عليك وخلاص، فليه استخدام، هنستخدمه كمان شويه. طيب فاكر قصه المين لوبر فيشر اللي كانت بتوصل الجول بلادر بالبورتال فين؟ فاكر القصه دي؟ قلنا الجول بلادر في مين بورتال فيشر، مين بورتال فيشر تمام، او لوبر فيشر تمام، بتوصله بالايه؟ ممتاز. وطبعا المين لوبر فيشر دي بتعرفنا فين الجول بلادر وفين البورتال. حتى لو العيان شال الجول بلادر بنتخيل المين لوبر فيشر ان هي مكانها هنا. ممتاز، وهي فعلا زي ما بايبن بتقول هي اللي بتقسم الليفر ليفت ورايت. خلصت كده الجول بلادر اللي مكونه من ثلاث اجزاء وطولها 10 سم وعرضها، طولها عرض 10 سم وعرضها كام؟ وقلنا عرضها كام؟ 4 سم، والانتيريور وول بتاعها 3 مللي، ومكونه من 3 كومبوننت، وبيغذيها حاجه اسمها سيستيك ارتري، بيغذيها حاجه اسمها سيستيك ارتري. بعد كده الكومن الجول بلادر بتلتقي مع الكومن هيباتيك داكت عن طريق حاجه اسمها سيستيك داكت، سيستيك داكت. وبما ان ده مخزن، بما ان الجول بلادر ده مخزن للبايل، مخزن، فلازم نحط زي كده بوابات او جنزير قدامه او فالف صمام قدامه عشان ما حدش يسرق او الفلويد ما يطلعش من الفالف ده مباشره. فعشان كده السيستيك داكت هتلاقيها عامله كده ملولوه، بنسميها في مصر، هو اسم غريب شويه، ملولوه، مش عارف بقى بيسموها ايه، ملولوه، ملولوه سيستيك داكت، ملولوه برضه عندكم؟ طيب هي ملولوه في كل حته ما شاء الله، يبقى السيستيك داكت ملولوه في كل حته، السيستيك داكت ملولوه في كل حته، ماشي؟ ملولوه اللي هي عامله كده، اللي هي يعني ايه؟ حلزوني، سبايرال حلزوني، محلزنه، محلزنه، يبقى لا اما ملولوه يعني عامله كده، طبعا هما اتنين جوه بعض كده ملولوه، أو يعني بعضنا سماها محلزنة ومش عارف إيه، المهم يعني افهم شكلها وخلاص، هي عاملة كده. الكلام ده بنعرف نشوفه بالإيميجنج، بنعرف نشوفه بالإيميجنج واضح. بص كده أدي الجول بلادر، وأدي مين بقى دي؟ أنت طبعًا عرفت ليه شكلها عامل كده دلوقتي، صح كده؟ عرفت شكلها عامل كده دلوقتي ليه؟ لو جابها لك في الامتحان وشاور لك عليها وحط لك إم سي كيو قال لك دي كده، لو أنت داخل سكند أي حاجة يقول لك دي كده السيستيك ولا الهيباتيك داكت، حضرتك خلاص عرفت ان شكلها ملولو، تبقى السيستيك، تبقى السيستيك داكت، ماشي كده؟ طيب الكلام ده بنشوفه بالسونار، الكلام ده بيبان بالسونار، بيبان بالسونار برضه. بتصغرنا يا دكتور عمرو، دكتور عمرو مش عايزين نصغر بعض في القعده، احنا كبارات، احنا كبارات وناس على مستوى الحدث وناس على مستوى الاورجنز الكبيره، احنا بتوع الاورجنز الكبيره، ماشي؟ احنا بتوع الاورجنز الكبيره، ما تقعدش بقى تقول لي ملولوه مش ملولوه، مش نواز يعني، مش ايه، مش عيال وهنصغر الموضوع. طبعا الكلام ده بيبان بالسونار،
الكلام ده بيبان بالسونار، بيبان ازاي؟ تلاقي بعد الجول برادر كده حته، تلاقي بعد الجول برادر كده حته فيها بتاع طلع كده، حته غريبه، الصغنونه، الصغنونه اللي شكلها غريب دي، تلاقي حته كده بعد الجول برادر فيها حاجات غريب كده. ليه بقول لك ليه؟ ليه بقول لك؟ يعني انا مش بروش عليك برضه، مش بروش عليك برضه. احنا معلش انا عارف طبعا الاجهزه اللي في المستشفيات عندنا، انا عارف الاجهزه اللي في المستشفيات عندنا ما بتشوفش الجول بلادر اصلا، صح كده؟ الاجهزه اللي عندنا في المستشفى ما بتشوفش الجول بلادر من الاساس، صح كده؟ طيب فيعني خلينا معلش يعني طبعا، والعيان غالبا، العيان غالبا بنسبه 99% ماشي، العيان بنسبه 99% يا اما جاي واكل محشي يا اما فطران فول وقال لك معلش يا دكتور انا خدت حاجه خفيفه على الصبح قبل ما ايه، قبل ما نبدا، صح كده؟ ده اللي بيحصل غالبا. ماشي طيب، انت تعرفها، تعرفها لسببين. اولا عشان لو لقيت حصوه هنا، لو لقيت حصوه هنا تعرف الحصوه دي في الكومن بايل داكت، في الكومن بايل داكت ولا في السيستيك داكت، تفرق 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 طب تفرق. لو في الكومن بايل داكت هتقفل، ماشي ما هتقفل، صح كده؟ فدي ايه نقطه خلي بالك منها. في الاخر، في الاخر السيستيك داكت بتيجي تتحد مع الكومن هيباتيك داكت ويعملوا لي الاثنين مع بعض الكومن بايل داكت. طبعا الكلام ده عايز اجهزه قويه جدا، ان حضرتك تعرف تشوف الكلام ده عايز اجهزه الى حد ما قويه الصراحه، برضو عشان برضو ما اظلمكش يعني، ما اقعدش اقول لك كلام شكله معقد وانت بس حاول تجيب يعني، حاول اجتهد ان انت تجيب الكلام ده على قد ما تقدر. نبدا في اول نورمال فاريانت، ماشي. تعالى بس نقول احنا قلنا ايه، احنا لغايه دلوقتي خلي بالك المحاضره النهارده كلها مبنيه على بعض، المحاضره النهارده كلها مبنيه على بعض، يعني لازم اقعد اقول لك حاجه واقول لك ونروح مع بعض، نروح ونيجي مع بعض. يلا اول حاجه جول بلادر كام جزء، اول حاجه جول بلادر كام جزء، ثلاثه، صح كده؟ طيب الجول بلادر اللينس بتاعها قد ايه؟ اللينس قد ايه؟ 10. الويتس على طول بقى، الويتس 4، ممتاز. الانتيريور وول سيكننج كام؟ الانتيريور وول سيكننج كام؟ 3 مللي، ممتازين، اكسلنت، ممتازين ممتازين. مين اللي بيغذي الجول بلادر؟ مين اللي بيغذي الجول بلادر؟ السيستيك ارتري، سيستيك ارتري، تمام. وعرفنا بيطلع من كومن هيباتيك اللي هو بيتقسم لاثنين ارتريز. طيب وبعدين السيستيك داكت فيها حاجه اسمها فالف اوف، فالف فويستر، فالف اوفيستر، مش كده؟ موجوده في السيستيك داكت. طيب ده اللي احنا اتكلمناه لغايه دلوقتي، ده اللي احنا اتكلمناه لغايه دلوقتي. تعالى نكمل قصتنا مع الجول بلادر. على فكره القصه النهارده على قد ما هتبقى طويله جاي، كل ده جاي الرؤى، ما تستعجليش على اي حاجه، كل اللي احنا بنقوله، كل كلمه انت سمعتيها دلوقتي ليها فاليو ليتر اون. ما انا بقول لك القصه النهارده طويله بس انت هتستمتع، يعني هتطلع، هتطلع من اخر المحاضره مستمتع جدا، انا اوعدك. انا في حاجات بوعدك بيها، في محاضرات بقول لك هتطلع حافظها، في محاضرات بقول لك هتطلع مستمتع، لان انت هتفهم حاجات انت ما كنتش فاهمها او هتبدا تشتغلها ديلي بشكل كويس. الجول بلادر فيها حاجات كده زي دي كده وزي دي كده وزي دي كده، ده نورمال فاريانت موجود في الجول بلادر اسمه فولد، اسمه جول بلادر فولد، ماشي. طيب ليه ده مش سيبتم يا دكتور؟ ليه ده مش، انت احنا قلنا من شويه ان هو سيبتم، حضرتك قلت لنا مش سيبتم. افتكر دايما القاعده بتاعتي اللي انا هقولها لك دي وتحفظها على طول، السيبتم يصل من الجدار الى الجدار. تاني، السبتم يصل من الجدار الى الجدار، يعني لو رسمت لك حاجه لونها ابيض ماشيه كده قول لي ده سبتم، تصل من الجدار الى الجدار الثاني. لكن سؤالي لحضرتك، هل ده، هل ده او ده، هل ده اللي بالاصفر اللي انا برسمه بالاصفر او ده واصل من الجدار الى الجدار ولا من جدار واحد، ولا من جدار واحد؟
كانه انكومبليت سيستم. ماشي، حلوه الكلمه، كانه انكومبليت سيستم. يبقى اما اشوف فولد في الجول بلادر ده حاجه كويسه ما فيهاش اي حاجه. ماشي، ده ما فيهاش اي حاجه. طيب ايه اشهر، ايه اشهر فولد هلاقيها في الجول بلادر؟ اشهر واحد اللي بيبقى عند النك اللي قبل الهارتمان باوتش، واشهر واحد تاني اللي بيبقى عند الفندس اللي بنسميه بيعمل لي حاجه اسمها فيرجيان كاب. فيرجيان كاب، تمام كده؟ يبقى عندي اشهر اتنين فولد على الاطلاق، واحد تحت خالص عند النك، واحد فوق خالص عند الكاب. اللي عند النك ملهوش اسم، اللي عند النك ملهوش اسم، لكن اللي عند الكاب فوق اسمه فيرجيان كاب. ساعات بلاقي الجول بلادر فيها اكتر من فولد، يعني الاقي فيها واحد اتنين، ممكن الاقي تلاته، ممكن الاقي فيها كذا فولد. بيسموها سيجمويد جول بلادر لانها بقت شبه السيجمويد كولون. تمام كده؟ يبقى دي اول حاجه نورمال فاريانت موجود في الجول بلادر اسمه فولد. بص كده، تعالى معايا تاني. ده كده مش واصل، هو طبعا ده باين كانه في الصوره واصل، لكن هو في الحقيقه مش واصل، يعني اخره هنا برضو مش واصل. مالتيبل فولد كده، دي شكلها زي السيجمويد جول بلادر، دي اسمها سيجمويد جول بلادر. ده كده اسم فولد، ده كده اسم فولد، ده كده اسم فولد، كل دي فولد، فولد اهو، كل دي فولد، مالتيبل فولد في الجول بلادر. نورمال فاريانت ما تكتبوش في التقرير، لا تكتبه في التقرير، ملوش فاليو في التقرير. شفتي، شفتي يا شفت مي علي بتسالني وانا بجاوب، لان انا بقول لك لو صبر الايه على المقتول كان اتقتل لوحده، كان زماني اتقتلت دلوقتي يا مي، بس انت الحمد لله لحقتيه. تمام، فلولا ان مي كتبت كان ايه بدلت لوحدي. طيب اللي عند الفندس فوق، افتكر كده اللي عند الفندس، افتكر كده اللي عند الفندس بالاف اسمها فيرجيان بالبي اتش. يبقى اللي عند الفندس فوق اسمها فيرجيان كاب. ليه سموها فيرجيان كاب؟ لان شبه البتاع دي، شبه البتاع، كان الفولد هنا وهي هنا. تفاهم، ده نوع، انا بعتبر ده نوع من انواع التفاهم. ما تقول لي فولد عند الفندس وخلاص، لازم تقعد تقول لي فيرجيان كاب ونقعد مش عارف ايه. يا سلام، شفت سلام قالت لك الفرنجه، كده قلبنا الموضوع خالص. اذا الفرنجه اعداء الله دخلوا وايه، كبرنا الموضوع، صح كده؟ كده الفرنجه دخلوا، الفرنسيس دخلوا يحتلوا بلادنا، فاحنا ايه؟ ده نوع من انواع التفاهه العلميه، ده نوع من انواع التفاهه العلميه اسمها فيرجن كاب. ليه اسمها فيرجن كاب؟ ما تسميها فاندل كاب وخلاص، ولا تسميها فاندل فولد وخلاص، ونبقى فاهمين ان هي موجوده عند الفندس وتريحنا كلنا. ماشي؟ بالظبط، الله ينور عليك. بص يا بايبي، بتسال سؤال منطقي، مش دي نورمال فاريانت؟ بتسموها ليه؟ وتوجعوا دماغ اللي خلفونا ليه؟ صح؟ انت فاهم، تفاهه علميه ليس لها اي معنى من الاعراب. يبقى تاني، يبقى تاني دي حاجه كده اسمها فيرجيان كاب. ماشي، دكتوره فاديه بتقول لنا دي للوناس، يعني عشان الناس يعني تتونس بالموضوع، قال يعني احنا ايه بنستخدم الفيرجيان كاب في حياتنا. طيب تاني هنا كده، ده الفولد اللي عند الفندس، ده الفولد اللي عند الفندس اهو، شفته؟ هو ده. افتكر دايما تاني، دي الفندس ودي البادي ودي النك، لو تفتكر ما شرحنا في الاول. ماشي، ده فولد عند، فولد عند الفندس، اذا فيرجن كام. بص شكله بالستي عمل لي حاجه الى حد ما ملخبطاني شويه، ان كان بقى فيه اتنين جول بلادر، صح كده؟ طب يا دكتور ما هنا واصل من الول للول. لا، هو عمل ايه؟ هو قطع تي اس، ما قطعش ال اس، يعني ما فردوش كده، شافش الصوره كده، شاف الحته دي كده، جاب تي اس على الحته دي كده، فجاب الحته دي بعدين سيبتم بعدين الحته دي، فاهم؟ جاب تي اس في حته صغيره، عشان عشان تفهم الموضوع برضو، تبقى فاهم الموضوع معايا. بص ادي حاجه كده بالطول، حضرتك لو جيت عملت عليها البروب بالطول هتبان لك انبوبه كده. لو حضرتك عملت البروب عليها بالعرض، بالعرض مش بالطول، عملت البروب بالعرض هتبقى لك دايره كده، صح كده؟ متفق معايا في الكلام ده؟ متفق معايا في الكلام ده؟ متفق؟ طيب لو في حاجه ماشيه هنا كده بالطول، ماشيه هنا كده بالطول، ممكن هي كمان تبان لي هنا بالعرض كده،
فيبان لي كانه في اتنين ليومن، وهو ما فيش اتنين ليومن ولا حاجه، هو اليومن واحد بس. دي مش شبكه، نوع من انواع بس التخيل كده، الابعاد الهندسيه والاشكال الهندسيه. فساعات الفيرجن كاب لو حضرتك جبتها بالعرض، لو حضرتك جبتها بالعرض تبان لك كانها اتنين جنب بعض. طب الحل بتاع الموضوع ده ايه؟ الحل عشان ما تلخبطش، الحل عشان ما تلخبطش يا دكتور، اعمل ايه؟ الحل عشان ما تلخبطش، افرد اجيب كل حاجه تي اس وال اس، صح كده؟ اجيب كل حاجه تي اس وال اس، اخلي ايدي مره كده ومره كده، تمام؟ بص كده، تعالى افهمها لك تاني. حضرتك لو وقفت تي اس هنا، وقفت بالجروب بتاعك تي اس هنا مش ال اس، تي اس، وقمت منزل اشاع كده، هتشوف ايه؟ هتشوف دايره سبتم كامل، دايره، صح كده؟ متفق معايا ولا لا؟ متفق معايا ولا لا؟ صح؟ فاهميني كده يا شباب؟ الناس فاهمه؟ الناس فاهمه؟ حضرتك قطعت هنا كده، مشيت بالقطعه بتاعتك، خليت الجروب بتاعك كده، وقمت قاطع القطعه بتاعتك كده. هتشوف ايه؟ دايره اهي، سبتم كامل اهو، دايره. الكلام ده فين؟ اهو، دايره، دايره، سبتم كامل، دايره. فهمتوا؟ فالحل بتاع الموضوع ايه؟ لو انت شفت المنظر ده اعكس ايدك كده وتاكد ان ده ايه؟ وتاكد ان ده فولت. اتاكد ان ده فولت. ماشي كده؟ يبقى انا لو شفت جول بلادر بالمنظر ده قبل ما تكتب لي ان دي دوبليكيت جول بلادر، الخطوه الاولانيه اعمل ال اس. هلاقيها طلعت فولت. هلاقيها طلعت فولت. طيب. ايه رايك دي فيها فيرجن كاب ولا لا؟ فيها فولد فاندر فولد ولا لا؟ فيها ولا لا؟ ايه رايك؟ فيها، صح كده؟ فيها تمام. طيب ادي كده، هو ده نفس المنظر اللي حضرتك شايفه ده اللي اسمه الفيرجن كاب. طيب بص بقى التركه دي، وخلي بالك، ركز معايا كويس قوي. حضرتك بتعمل سونار، لقيت الجول بلادر دايره اهي، دي الجول بلادر، وفي هنا حاجه وجواها ستون. ايه دي؟ ايه دي؟ هتقول لنفسك ما دي الجول بلادر اهي يا دكتور، سليمه وكويسه وزي الفل. ايه اللي جنبيها دي؟ ممكن تطلع باول، صح كده؟ ممكن تطلع حاجه من ديودينم، ممكن تطلع لينف نود، ممكن تطلع ايه؟ تطلع اي حاجه، صح كده؟ نفردها كويس، فردنا كويس، طلعت ايه؟ فردنا كويس، طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ ستون موجوده فين؟ فين؟ مش في النك، مش في النك، مش في النك. دي ازاي؟ ده الفندس بادي نك، دي موجوده في الفندس. العيان ده عنده فيرجن كاب، العيان ده عنده فيرجن كاب او فاندل كاب، بس كان مدلدل قوي جنب الجول بلادر، مدلدل قوي جنب الجول بلادر، ففي ستون. خلينا ارسم لك القصه تاني، خلينا ارسم لك القصه مره اخيره. عندك واحد اهو، دي راسه وده عينيه ولابس زعبوط، ولابس زعبوط. الزعبوط ده عارفين الزعبوط؟ لابس زعبوط، بتاع الزعبوط كده. الزعبوط ده ليه بتاعه كده مدلدله، ليه بتاعه كده مدلدله، تمام؟ حضرتك لو شفت حاجه جنب ودن الراجل ده، وقلت لك جنب ودنه، قلت لك ان دي من الزعبوط، ممكن ما تصدقنيش، تقول لي ان الزعبوط فوق. بس ايه اللي حصل؟ ان هو الزعبوط ليه فيرجن كاب، ليه كاب. كذلك الجول بلادر، الجول بلادر كانت كده وليها فيرجن كاب عامل كده. حضرتك لما شفت الجول بلادر لوحدها قلت لي دي الجول بلادر هي يا دكتور، ما كنتش مصدق ان اللي بره ده تبعها برضه، الا لما فردته ال اس. مفهوم كده يا شباب؟ الا لما حضرتك، الحاجه الوحيده اللي اثبتت لك كلامي، لما حضرتك فردت المنظر ده ال اس، انت الاول كنت شايفها جنب الجول بلادر مش فوقيها، مع انها فاندل، بس لما حضرتك شفت الموضوع ال اس شفت ان هي فاندل بس نازله لتحت، تمام كده؟ يبقى دي اسمها ستون في الفيرجن كاب، في الفيرجن كاب، وده لازم تبقى عارفها برضه. تاني اهو،
تاني اهو، ادي الجول بلادر. انا حسيت انها انتهت هنا، في حاجه براها هنا، ادي فانجس بادي نيك. النيك دايما ناحيه الليفر والبورتال والحاجات دي. طب ايه اللي جنب البادي؟ طب ما ده ممكن يا دكتور يبقى من بره، ممكن يا دكتور يبقى من بره. ماشي، بصينا عليها لقيناها واصله مع الجول بلادر. نخش على معلومه جديده. يبقى احنا اول معلومه خدناها، اول فاريانت خدناها في الجول بلادر، تعال نكتبه كده من ضمن الحاجات اللي كتبناها. نمسح بقى الرسم المقرف ده، ده رسم كده طبعا لا يرقى لاي مستوى من مستويات الرسم في التاريخ. تعال بقى نوصل كده، احنا اتكلمنا عن الجول بلادر انها مكونه من 3 كومبوننت، اتكلمنا عن اللينس، اتكلمنا عن الويتس، اتكلمنا عن الدايمتر او الميجرمنت بتاع الجول، بعدين اتكلمنا عن السيستيك ارتري والفالف فاستر، بعدين اتكلمنا عن الفولدز، اتكلمنا عن الفولدز، اتكلمنا سبيشالي عن الفيرجن كاب اللي ممكن يلخبطك. فما تلاقي حاجه جنب الجول بلادر يبقى خلي بالك منها، لما تلاقي حاجه جنب الجول بلادر يبقى خلي بالك منها وتاكد انها بتفرد تبقى جوه الجول بلادر ولا لا. ناخد معلومه جديده، انا بعمل لعيان سونار، بعمل لعيان سونار لقيت شادو نازل هنا، شادو ودي الجول بلادر، هل تتوقع ان ممكن يبقى في ستون في النك ولا لا؟ ممكن تتوقع ان يبقى في ستون في النك ولا لا؟ تتوقع ولا ما تتوقعش؟ طبعا طبعا انا ممكن اكتشف ان في ستون، اكتشف ان في ستون صح كده، بس في دي حاجه جديده كده لازم تبقى عارفها، اسمها ايدج شادو ريفراكشن. ايدج شادو ريفراكشن يقول لك خلي بالك، خلي بالك ان اي حاجه سيستك جوه الجسم، اي حاجه سيستك يعني دي سيستك ليجن في الليفر اهو ماشي، الجدار بتاعها عشان بيعمل بوستيريور انهانسمنت وراه، بيعمل بوستيريور انهانسمنت وراه، بيبقى الناحيتين الطرفين بتوعه فيها حاجه اسمها ايدج شادو ريفراكشن. ايدج شادو ريفراكشن تمام، ده حاجه فيزيكس اعرفها بس. فما تخافش لما تلاقي الجول بلادر، لما تلاقي الجول بلادر كده، لان هي هنعتبرها سيست، هنعتبر الجول بلادر دي كانها سيست، فده برضو نفس الايدج شادو ريفراكشن اللي قلت لك عليه. اتاكد طبعا الاول ان ما فيش ستون، بس ده حاجه كده تبقى عارفها اسمها ايدج شادو ريفراكشن ماشي، ايدج شادو ريفراكشن. طيب ده النورمال، حد عنده اي سؤال في النورمال؟ حد عنده اي سؤال في النورمال؟ حد مش فاهم اي حاجه في النورمال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب طيب نخش على الجزء الثاني، نخش على الجزء الثاني اللي هو الكونجينيتال. الكونجينيتال عندي خمس حاجات كونجينيتال ممكن اشوفهم في الجول بلادر، خمس حاجات كونجينيتال ممكن اشوفهم في الجول بلادر. اول واحده اسمها اجينيسيس اوف جول بلادر، ما اتخلقتش. اجينيسيس او اجينيسيس اوف جول بلادر ما اتخلقتش ماشي. تاني واحده اسمها ابنورمال لوكيشن، مش موجوده في مكانها اللي عند المين لوبر فيشر اللي قلنا عليه. تالت واحده اسمها دوبليكيشن، وظهر حالات جديده اسمها ترايفوركيشن او ترايبلكيشن. ثلاثه جول بلادر اكتشفوا حد او كذا حد حاله جديده فيها ثلاثه جول بلادر تراي. وبعد كده حاجه اسمها سبتيتد ودايفرتيكل. تعال نبدا واحده واحده. اجينيسيس اوف جول بلادر، جول بلادر ما اتخلقتش ماشي، جول بلادر ما اتخلقتش. طيب طبعا لو جالك عيان، لو جالك عيان حضرتك بتعمل له سونار لقيت ما عندوش جول بلادر، ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ جالك عيان بتعمل له سونار ما لقيتش الجول بلادر، او ايه اول حاجتين؟ ايه اول حاجتين بتفكر فيهم؟ ان العيان مش صايم، او ان هو عامل عمليه. ممتاز، لا اما العيان مش صايم او هو عامل عمليه وشايل المرض ماشي.
او هو عامل عمليه وشايل المرارة. ممتاز. دول اول حاجتين هنفكر فيهم، اول حاجتين هنفكر فيهم ان العيان ده كده. طب جه العيان قال لك لا يا دكتور والله العظيم انا صايم، والله العظيم انا صايم، في احتمال يبقى كذاب ولا لا؟ في احتمال يبقى كذاب ولا الحمد لله العيانين عندنا ثقه؟ ايه ده؟ هند بتقول لا، سلام بتقول لا، الله 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 الله، حنان ده محدش مصدق العيانين خالص. ماشي طبعا، ولا حد مصدق ولا حد مصدق. ماشي طيب، هو طبعا انا معاك، انا معاك طبعا ان هو مش هتصدقه، صح؟ طبعا مش هتصدق. ماشي، ويعني ده حاجه كده برضو من اللي حصل في فطره الناس، ان الكذب انتشر، ودي حاجه مش كويسه قوي. طبعا يبقى في احتمال ان العيان ده طبعا يكون بيضحك عليا، صح؟ يبقى العيان مش صايم، او ممكن على فكره يبقى مش بيضحك عليك انت، ممكن مثلا تقول له انت صايم، يقول لك اه صايم، بس يا دوبك بس شربت كوبايتين لبن، مفيش حاجه يعني، قبل بس يعني شويه، الله ينور عليك، الزبادي خفيف على الصبح، صح كده؟ فده احتمال كمان وارد، ده احتمال كمان وارد. بالظبط 2 كيلو بيتزا على راي دكتور عماد، ما حصلش حاجه. طيب جيت انا حد بقى تبعي او عيان اكدت عليه، لا بعد اذنك احنا كده هنضطر نعمل لك عمليه، وهنضطر نعمل لك مش عارف ايه، استاذنك تجي لي بكره صايم اكيد، او مثلا اخوك او اختك او حد، وقمت انت مأكد عليه وفعلا متاكد 100% ان هو صايم، ورحت تعمل له سونار لقيت برضه مفيش مراره، في احتمال بقى ساعتها انت اولا عارف اختك عملت عمليه المراره ولا لا، متاكد ان هي صايمه، ده كان انت كنت مبيتها عندك في البيت، وقافل عليها باب الاوضه، وقافل باب الثلاجه بالجنزير، ومتاكد 100% ان هي ما كانتش حاجه، تمام كده؟ طيب ساعتها بنفكر في حاجه اسمها اجينيسيس اوف فولبولابل، ان هي ما اتخلقتش اصلا، ودي خلي بالك ما بتعملش مشكله كبيره، ما بتعملش مشكله كبيره. ليه ما بتعملش مشكله كبيره؟ لان انا عندي الليفر اهو، وادي الهيباتيك داكت نزلت على الامعاء، على الباول، وحته البيتزا بتاعت حضرتك وهضمتها، ما عملناش قوي قصه المخزن، ما عملناش قصه المخزن قوي، تمام كده؟ ففي الحاله دي ممكن ابدا اعمل لها فحوصات اخرى، اشهر حاجه على الاطلاق الهايدا سكان، اقول لها لا طب خلاص اعملي لي بقى حاجه اسمها مسح ذري، نشوف المراره متكونه عندك ولا لا، لان في حاجه اسمها مايكرو جول بلادر، ان جول بلادر تبقى متكونه صغنونه خالص خالص خالص، اسمها مايكرو جول بلاد، فهنعمل فحص اسمه هايدا سكان، تمام كده؟ طيب يبقى ده اول حاجه، بس طبعا حضرتك لازم تتجنب ان هي بريفيس كولسيستيكتومي او كورونيك كولسيستايتس، هنتكلم عليها النهارده، او ان العيان واكل كونتراكتد جول بلادر او بورسلين جول بلادر، هنتكلم عليها النهارده، او انفيزيمتس، هنتكلم عليها النهارده، كل دي هنجمعها في الاخر تاني، ايه الحاجات اللي ما تخلينيش اشوف جول بلادر، هنجمع السلايد دي تاني ونتكلم عليها بالتفصيل. اكتوبيك جول بلادر، ان الجول بلادر مش موجوده في مكانها الطبيعي، اللي فاكر مكانها الطبيعي اللي كان فيه هنا الاي في سي، كان فيه هنا الاي في سي والجول بلادر ونرسم خط بينهم يعدي، لا ده كوبايه العصير يا اروبا، يا اروبا يا سلام، الأروبة سلام عرفت ان ماما جابت لي كوبايه العصير، ان شاء الله أروبة، والله أروبة. ماشي، ده مكان الجول بلادر، ان شاء الله عليكي، ده مكان الجول بلادر، وايه وده البورتال فين ومين لوبر فيشر، احنا بقى هنلاقي هنا الجول بلادر موجوده في حته تانية خالص، بعيده خالص، بعيده خالص جوه الليفر، في اي حته تانية في الليفر، حاجه اسمها اكتوبيك جول بلادر. بص كده تلاقي مثلا انا بعمل، بص دي ليفت لوب اوف ذا ليفر، خلي بالك ليفت لوب، هي الجول بلادر في الليفت لوب، هي الجول بلادر في الليفت لوب اوف ذا ليفر في سيجمنت 3 مثلا، لا تمام، فبعمل في سيجمنت 2 و3 لقيت جول بلادر اسمها اكتوبيك جول بلادر، هنا موجوده في سيجمنت 7، هنا موجوده في سيجمنت 7، ده مش مكانها خالص، ده مش مكانها خالص، احنا مكان الجول بلادر عندنا زي ما قلت لك كده ما بين 4 بي و5، صح كده؟
فاكر القصه دي؟ ما بين 4 و5، لا هنا لقيناها في سيجمنت 7. هتعرفها ازاي ان دي جول بلادر؟ ان هتلاقيها الجول بلادر الاساسيه مش موجوده في مكانها، مش هتلاقي الجول بلادر موجوده في مكانها، وهتلاقي حاجه جلوبيولار شيب، يعني مش دايره، لا عامله كده، عامله كده، ماشي. دي طبعا لازم تكتبها في الريبورت، دي لازم تكتبها في الريبورت طبعا، دي لازم تكتبها في الريبورت طبعا، لازم اقول لها خد بالك انت عندك ايه، توبيك جول بلادر. نخش على واحده كمان، حاجه اسمها دوبليكيتد جول بلادر، يبقى العيان عنده تو جول بلادر. سؤال، ممكن تبقى اكتوبك بره الليفر خالص. سؤال، هو الاكتوبك جول بلادر، الاكتوبك جول بلادر، سوري الدوبليكيتد جول بلادر، موجوده في الميل اكتر ولا في الفيميل؟ مين بيفقع مرارة التاني اكتر؟ يعني الستات بتفقع مرارة الرجاله ولا الرجاله بتفقع مرارة الستات؟ مين اللي بيفقع مرارة التاني اكتر؟ الفيميل طبعا بيفقعوا مرارة الميل، شيء طبيعي يعني، شيء منطقي، شيء منطقي، عشان كده هي موجودة في الرجالة أكتر. إيه ده؟ ده في إجماع على كده إن الرجالة هي اللي بتفقع مرات الست أكتر؟ طب عشان ما نبوظش المثل في المحاضرة، خلينا نقول إن الستات هي اللي بتفقع مرات الرجالة أكتر. حتى لما طلع الرجالة عندهم مشكلة لقيت لها حل. أكيد أكيد. فالستات، فربنا سبحانه وتعالى يقوم ربنا سبحانه وتعالى عامل للراجل ساعات بعض الرجاله يطلع عندهم 2، عشان لو مراته فقعت له واحده ولا حاجه يبقى الثانيه سليمه وبتشتغل، يبقى عنده 2 مخزن، يبقى عنده 2 مخزن. تمام كده يا شباب؟ يبقى دي ايه، حاجه نخلي بالنا منها. تمام. يبقى تاني بص كده، عيان تلاقي عنده جول بلادر وجول بلادر، 2 جول. حد شاف حاله 2 جول بلادر قبل كده؟ حد شاف حالة 2 جول بلادر قبل كده؟ 2 جول بلادر، 2 جول بلادر، 2 جول بلادر جنب بعض كده. تمام؟ بص بقى في الحالة دي، دي عندها جول بلادر وجول بلادر، والاتنين فيهم ايه؟ والاتنين فيهم ستونز، حقيقة أنا فقرية جدا يعني. ده بقى او ده عيان فقري جدا، ده مراته مش فقعت له المراره بس، ده فقعت له الاثنين. فدي ست قادره، دي ست قادره ماشي، وقدرت ما شاء الله تجيب له ستونز في الاثنين، وده كويس يعني، برضه حلو ان الستات تبقى عندها قدرات. حلو حلو. او ممكن يكون فعلا برافو، في واحده بتتكلم كلام صحيح، ممكن تكون متجوز 2 وكل واحده فقعت له مراره، برافو. كل ده يعني اقتراحات جميله جدا. و ماشي، تعال بقى نبدأ نشوف هنا ونشوف القصة التانية بقى اللي اسمها ستيت جول بلادر. بص كده، شايف الفرق بين ده، شايف الفرق بين ده، وشايف الفرق بين ده؟ مين فيهم ده A وده B؟ مين فيهم اللي فولد ومين فيهم اللي ستيتد؟ مين فيهم اللي فولد؟ مين اللي فولد؟ مين اللي فولد؟ A ولا B؟ مين اللي فولد؟ A ولا في ولا B؟ مين اللي فولد؟ فولد بي. والايه ده اللي هو سبتيتد جول بلادر. لاحظ ان السبتيتد جول بلادر، السبتيتد جول بلادر بتختلف تماما عن الدوبليكيتد جول بلادر. الدوبليكيتد جول بلادر تو جول بلادر جنب بعض، السبتيتد لا، هي جول بلادر واحده وفي سبتم في النص، في سبتم في النص، مفرقين عن بعض شويه. بص كده، تعال نشوف الجول بلادر دي. دي جول بلادر، دي جول بلادر، شايف المنظر جواها عامل ازاي؟ حد شاف جول بلادر بالمنظر ده قبل كده؟ حد شاف جول بلادر بالمنظر ده قبل كده؟ مالتي سبتيتد ومرحب. امال انتوا شفتوا ايه في الجول بلادر يا ولاد؟ كل ما اسالكم على المنظر تقولوا لي ما شفناهوش. طيب، ده اسمها مالتي سبتيتد جول بلادر، مالتي سبتيتد جول بلادر. تمام كده. طيب المالتي سبتيتد دي تذكر في التقرير، تذكر في التقرير،
ليه تذكر في التقرير؟ ليه؟ بص فرق لي بقى بالحاجتين دول. بص لو العيان ده عنده فولد وعنده في مولكيول اوف بايل هنا، شو يعني حته شويه فلويد هنا، هل ممكن ينزلوا من الجول بلادر ويطلعوا ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، صح كده؟ طب في عيان السبتيتد، واحد عنده كده وعنده سبتم قافله الدنيا خالص وعنده شويه بايل هنا، ينزلوا ولا ما ينزلوش؟ يعرفوا ينزلوا ولا ما يعرفوش ينزلوا؟ ما يعرفوش. طيب تجمع البايل دكت، تجمع البايل دكت واستمراره ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن يعمل لي ايه؟ ممكن يعمل لي ستون او انفكشن او تمام كده؟ ممكن يعمل لي ستون او انفكشن او تمام؟ ممتاز. يبقى مالتي ستيت جول بلادر لازم اذكرها في التقرير، لان العيان ده معرض ان هو يكون انفكشن او ستونز اكتر. تاني بص المنظر، تلاقي سبتم واصله من الوول للوول، سبتم واصله من الوول للوول، ده نفرقه عن الفولد. المالتي ستيتد مختلف عن الفولد. اخر حاجه في الانوماليز حاجه اسمها جول بلادر دايجرتيكولم، نلاقي الجول بلادر طالع منها دايفيرتيكولم كده. الاقي الجول بلادر طالع منها دايفيرتيكولم كده. يبقى الجول بلادر هو نازلالي كده وطالع منها دايفيرتيكولم كده. مش هتشوفها كتير. ولو سبتم واحد برضه اذكر ان في سبتم واحد. الجول بلادر فولد مش هتشوفها كتير. مش كده؟ في حاجه اسمها فلوتنج جول بلادر، ده واحده من انواع مش اكتوبك قوي بس لا تشبه الانفنديبولم. ازاي؟ لا ملهاش دعوه بالانفنديبولم خالص يا جماعه. الهارتمان باوتش انسايد الجول بلادر، عند النك، داخل النك بتاعت الجول بلادر. هنا هتلاقي الوول بتاعت الجول بلادر ديسربتد هنا وحاجه جنبيها. على العموم ده مش هتشوفها كتير، ريح نفسك، مش هتشوفها كتير. مش هتشوفها، ما رايح نفسك، فما تتعبش نفسك فيها باسئله كتير، مش هتشوفها كتير. طيب برضو الفلوتنج جول بلادر دي مش هتشوفها كتير، انك تيجي تعمل العيان ما تلاقيش الجول بلادر في مكانها وتلاقيها مرميه تحت، حاجه من زي الاكتوبك كده. الجول بلادر بدل ما الاقيها في مكانها الطبيعي في الجول بلادر الاقيها مرميه تحت، برضو مش هتشوفها كتير. الحاجات اللي ما بتشوفهاش كتير بحاول ما ارغيش معاك كتير فيها عشان ما تعبكش. الحاجات اللي ما تشوفهاش كتير مش هرغيك معاك كتير فيها عشان نقف لحظه كده قبل الستون ونراجع مع بعض. يلا بسم الله نبدا نراجع واحده واحده كده. احنا خدنا حد دلوقتي، ما انا خلاص ما قلت لك الحاجات اللي مش هتشوفها كتير ومش هتشوفها اصلا يمكن طول حياتك ولا مره، فيعني كبري دماغك. خدنا لغايه دلوقتي الاناتومي، وبعدين خدنا الانوموليز، ماشي؟ خدنا الاناتومي وبعدين خدنا الانوموليز، ماشي؟ طيب نبدا بالاناتومي. الاناتومي الجول بلادر لينس قد ايه؟ كام بلادر لينس؟ كام ممتازين؟ 10. ويتس كام؟ ممتاز، 4. طيب الانتيريور وول سيكنس كام؟ 3. وبقيس الانتيريور وول مش البوستيريور وول، وال اس مش تي اس، ممتاز. وبعدين لو جول بلادر لقيت فيها انكمبليت سيبتم، يبقى دي اسمها ايه؟ انكمبليت سيبتم، يبقى دي اسمها ايه؟ بدي اسمها فولد، صح؟ اشهر نوع فولد عندنا اسمه، اشهر نوع عندنا فولد اسمه فيرجيان كاب او فاندل، ممتاز. تمام. طيب وقلنا ان في حاجه اسمها فالف فاستر، وقلنا ان في حاجه اسمها سيستيك ارتري، ده اللي بيغذي الجول. طيب دي كانت اول معلومه خدناها.
لو الجول بلادر فيها مالتيبل فولد، مالتيبل فولد انكمبليت سيبتم بنسميها ايه؟ مالتيبل انكمبليت سيبتم. في حد فاكر اسمها ايه؟ ممتاز، ممتاز يا وايبل، ممتاز يا دينا، ممتاز يا منار، ممتاز يا داليا، سلام، رحيق، سمر، ممتازين، خنساء، رانيا، ممتازه، سيجمويد جول بلادر، ممتاز. بعد كده خدنا الانوماليز، اول واشهر او اول حاجه خدناها اتكلمنا عليها الاجينيسيس، وقلنا بنتاكد من الاجينيسيس ده عن طريق ايه؟ الاجينيسيس دي بنتاكد عن طريق الهايدا سكان، الهايدا سكان. طيب تاني حاجه ان هي تبقى اكتوبيك، تاني حاجه انها تبقى اكتوبيك، تالت حاجه انها تبقى ممكن اشوف دوبليكيتد، اللي هو الراجل اللي متجوز اتنين كل واحده تفقع له واحده، رابع واحده اشوف سبتم، سبتم واصل من الول للول، خامس واحده اشوف الجول بلادر، الجول بلادر اللي كانت كويسه وبنت حلال كده طلعت منها نك كده وطلعت ليجن سميناها فولفوس او سوري دايفرتيكولوم. بعد كده قلنا الفلوتنج جول بلادر مش هشوفها كتير. تمام كده اللي فات، تمام كده الجزء الاولاني، تمام اللي فات كده يا شباب، تمام. نخش على اهم واشهر حاجه، نخش على اهم واشهر حاجه، حاجه اسمها الجول بلادر ستون، الجول بلادر ستون. العيان اللي جاي يشتكي من جول بلادر ستون غير العيان اللي جاي يشتكي من اكيوت كوليسيستايتس، فرق لي بين الاثنين. العيان اللي جاي يشتكي من جول بلادر ستون غير العيان اللي بيشتكي من اكيوت كوليسيستايتس، مين فيهم الوجع بتاعه اقوى؟ مين فيهم الوجع بتاعه اكتر؟ الاكيوت كوليسيستايتس اكتر، ده التهاب، انما جول بلادر ستون ده واحد بس عنده شويه وجع وبيتوجع، يقول لك انا بيجي لي وجع، وتلاقي عيان جاي لك العياده عادي، تلاقي جاي لك العياده عادي. خلي بالك بقى عشان الكلام هيفرق من دلوقتي، الكلام هيفرق في تشخيصك من دلوقتي. واحد جاي لك العياده عادي، يا دكتور انا بحس ان بطني وجعاني بعد الاكل بشويه، وبحس كده بوجع بيسمع في كتف اليمين ومش عارف ايه، ده جول بلادر ستون عادي. عندها حاجه اسمها كولينز ساين، كولينز ساين، ان تلاقي العيانه تقول لك بتسمع الوجع بيسمع في كتف اليمين، وبيسمع كمان تحت الاسكابولا، تحت الاسكابولا، يعني لو العيان عنده سكابولا هنا وسكابولا هنا، تحت الاسكابولا، شاور بصباعها كده على الاسكابولا، شاور بصباعها كده على الاسكابولا. طبعا الاستاذ ده ممثل ده ولا مهم، ماشي. ده كده ايه؟ ده كده اكيوت، ده كده جول بلادر ستون، ده كده اسمه جول بلادر ستون، تمام. مين اللي بيجي لها الستون اكتر؟ مين اللي بتكون ستون اكتر؟ بلا شك الفيميل، الفيميل بتكون ستونز اكتر من الميل، وعشان كده عندنا الستون اللي هي حاجه اسمها 5S، ان اللي بيكونها فيميل وغالبا مليانه شويه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ان احنا كل البنات اللي معانا في الكورس محافظين على نفسهم، مش واحده بتاكل كده ولا كده، ولا في واحده بتاكل بالليل ولا بيتزا ولا بتاع، الحمد لله رب العالمين كلنا هيلسي بفضل الله بفضل الله. ففات فيميل ماشي فرتايل، بتبقى مخلفه كذا كذا طفل 40، تبقى عند سنها حوالين الاربعينات، ثلاثينات اربعينات، وفاميلي هيستوري ممكن تقول لك ماما كان عندها، بابا كان عنده كذا، ماشي. طيب الستون دي بتتكون نتيجه ايه؟ الستون دي بتتكون نتيجة إيه؟ نتيجة إن ترسب البايل، صح كده؟ البايل ده يعني الجول بلادر أهي مليانة حاجة اسمها بايل، البايل ده شوية دهون، دهون، مش الدهون دي مش أنت بيبقى عندك شوية زيت كده وتسيبهم يتجمعوا ويعملوا لك حتة سمنة كده، حتة سمنة، صح كده؟ عاملة شبه السمنة كده، ماشي؟ فاستيزس للدهون، استيزس للزيوت اللي موجوده تتجمع وتعمل لي حته سمنه اللي اسمها جول بلادر ستون. شويه بيتكون على السمنه دي حاجه مهمه قوي، وهي اللي بتدي لها اللون بتاعها، حاجه اسمها كالسيوم، تبدا تديها اللون الابيض، عشان كده الستون تلاقي ان فيها كالسيوم،
ما بقتش بس كوليسترول ستون، بقت كمان ميكسد ستون فيها فات وكالسيوم. ايه اشهر انواع الستون؟ الميكسد اللي فيها الكالسيوم، لكن ممكن الاقي الستون اللي فيها دهون بس. استوعب كده معايا؟ يعني شويه زيت ممكن الاقيهم عباره عن شويه بقول اتكتلوا كده على بعض وبقى عباره عن حته سمنه، ممكن الاقي السمنه دي ترسب عليها كالسيوم، مش كده؟ الستون ليها اربع حاجات، ليها اربع حاجات تعرفني ان دي ستون وتخليني احلف ان دي ستون. اربع حاجات تخليني احلف ان دي ستون: انها تبقى بيضه، دليل ان فيها كالسيوم، تمام؟ انها يبقى ليها شادو. شادو يعني ايه؟ تبقى عامله وراها شادو لونه اسود، تبقى عامله وراها شادو لونه اسود، لان الكالسيوم بيعمل شادو لونه اسود وراه، صح كده؟ شادو. وبانها كالسيوم، بانها كالسيوم، يبقى انت حاطط ميه كده، حاطط ميه اهو، جايب كوبايه وحاطط فيها ميه وحطيت فيها حاجه ناشفه، بذره بلح مثلا او نواه بلح، تنزل لتحت، صح؟ فديبندنت. كمان لو مسكت كوبايه الميه دي وحركتها تلاقي نواه البلح دي عماله تتحرك معاك، تلاقي الستون دي بتتحرك، اسمها موبايل، تمام كده؟ يبقى تاني ان هي تبقى بيضاء، بيضاء ليها شادو واسود، وانها تبقى بتنزل لتحت وبتتحرك، بتنزل لتحت مع الجاذبيه لانها تقيله وبتتحرك. هل كل الستون لازم تبقى بيضاء ولا ممكن لا؟ هل كل الستون فيها كالسيوم؟ طبقا للتعريف اللي فات، هل كل الستون فيها كالسيوم ولا 80% بس؟ 80%. طيب لو ما فيهاش كالسيوم تبقى الستون لازم تبقى بيضاء ولا مش لازم؟ لازم تبقى بيضاء ولا مش لازم؟ مش لازم، صح كده؟ يبقى مش شرط الستون تبقى بيضاء، مش شرط الستون تبقى بيضاء. طيب هل كل الستون لازم تعمل شادو لونه اسود؟ هل كل الستون لازم تعمل شادو لونه اسود؟ مش كل الستونز لازم تعمل شادو لونه اسود. دلوقتي انت قلت لي يا دكتور عمرو، لو انا جايب كوبايه كده والكوبايه دي مليت فيها ميه، وجبت جنيه، جبت كوين جنيه، ورميته جوه الميه دي، الكوين ده هينزل لتحت. طب لو انا بقى عملت العكس، لو انا جبت ميه، كوبايه فيها ميه، وحطيت عليها حته سمنه، حته السمنه تنزل لتحت ولا تطلع لفوق؟ حته السمنه تنزل لتحت ولا تطلع لفوق؟ حته السمنه او الزيت تعوم على وش الميه، على وش الميه، لان كثافتها اقل. فهل لازم كل الستونز تبقى جرافيتي ديبندنت تنزل لتحت؟ حقيقه لا، مش لازم كلهم. ما بقيناش غير ان لازم كل الستون تبقى، لازم كل الستون تبقى موبايل. هل ممكن يبقى في حاجه اسمها ستون امباكتد، يعني تلزق في حته ما تتحركش؟ في حاجه اسمها كده ان الستون تلزق في حته ما تتحركش؟ يبقى مش كل الستون تبقى. يبقى الستون دي الصراحه، يعني عشان نبقى واضحين مع بعض، الستون دي للاسف مهزقه قوي، مهزقه قوي. كل الحاجات اللي تدل على شخصيتها، ماشي، كل الحاجات اللي مش بتدل على شخصيتها كلها مش موجوده. يعني بيضه، لا مش شرط تبقى بيضه. طب ليها شادو، لا مش شرط يبقى ليها شادو. طب ليها جرافيتي، لا مش شرط. موبايل، لا مش شرط. امال ايه ده؟ تمام. فيعني تقدر تقول كده ان شخصيه الستون ضعيفه، شخصيتها ضعيفه، عامله نفسها شخصيه بس هي شخصيتها ضعيفه. تعالوا نجمع مع بعض كده ونبدا نشوف مع بعض شويه كده القصه فيها ايه. ادي الستون، ده الشكل اللي هتشوفه مش هتغلط فيه. حاجه بيضه جوه الجول بلادر وليها شادو لونه اسود، هنا لن ولم تخطا، خلاص دي ستون، ما فيهاش ديفرنشال دايجنوز. تاني حاجه بيضاء انسايد الجول بلادر وليها شادو لونه اسود، خلاص ما فيهاش اي سؤال. مهم، احنا لغايه دلوقتي بنتكلم في الجول بلادر ستون ولا الاكيوت كوليسيستايتس؟ بنتكلم في ايه؟ جول بلادر ستون ولا اكيوت كوليسيستايتس؟ جول بلادر ستونز. كلامي واضح؟ احنا ما اتكلمناش يعني حضرتك لما يجي لك حاله زي كده ما تكتبليش في الاوبينيون تحت اكيوت كوليسيستايتس، غلط. حضرتك هتكتب في الاوبينيون تحت جول بلادر ستون، تمام كده؟ متفقين لغايه ما نشرح الاكيوت كوليسيستايتس
وامتى نكتب ده وامتى نكتب ده. تمام؟ طيب يبقى دي كده اسمها جول بلادر ستون. ماشي. ساعات اللي جول بلادر ستونز ساعات لا اكتبها جول بلادر ستون احسن. جول بلادر ستون احسن بوضوح كده، جول بلادر ستون. ماشي. بص ساعات ساعات يبقوا مالتيبل سمول ستونز عددهم كتيره جدا جدا جدا، ولما تفردهم تلاقيهم بيتحركوا كده مع بعض، بيسموها كونفلنت ستونز او كونفلنت شادوز. فاكر زمان، مش عارف حضراتكم زمان في المدرسه لحيتوا الكلام ده ولا لا، كان من ضمن الاختراعات اللي كنا بنلعب بيها في المدرسه كانت مسطره كده كان فيها سمك. مش عارف حضراتكم وعيتوا على الكلام ده ولا لا، كان مسطره كده فيها سمك سمك، وكانت بتتقلب يمين وشمال كده، كان فيها حاجات. مش عارف حضراتكم توعوا الكلام ده ولا لا، كان فيها ميه وسمك كده بتقعد تقلبها كده تقعد تتحرك. اهي الجول بلادر توعوا كلكم عواجيز زيي ولا ايه؟ ده انا قلت انتوا شباب. ماشي ماشي، طلعت عواجيز، طلعت عواجيز. لا ما هي استمرت لكتير، لا ما هي استمرت لكتير. تمام. فالجول بلادر، الجول بلادر ستونز دي بدات تتحرك وبدات تشوف المنظر ده. ده كده هنكتب ايه؟ Multiple small gold bladder stones. Multiple stone small gold bladder stones. حاجة زي كده. Multiple small gold bladder stones. ماشي؟ طيب في الحالة دي أعمل إيه للدكتور؟ أقول له والله multiple small، وأحاول أقيس أصغر واحدة وأكبر واحدة، أقول له مثلا والله الصغيرة عايزة كذا والكبيرة عايزة كذا. Multiple small stones الصغيرين. طب افرض حالة مش عارف أقيس، مش عارف أقيس زي اللي فاتت دي كده. مش عارف اقيس زي اللي فاتت كده، اقول له والله مالتيبل سمول ستونز كلهم مثلا اقل من 3 متر. ماشي، كلهم اقل من 3 ونص. طيب نيجي بقى للاربع تعريفات ونشوف احنا هنلغي تعريف تعريف. احنا قلنا ان هي بيضاء، ممكن تبقى مش بيضاء، شادو ممكن تبقى مش شادو. ماشي. ديبندنت، تنزل لتحت ممكن ما تنزلش لتحت. ماشي، مش ممكن ما تنزلش تحت. موبايل تتحرك، ممكن ما تتحركش. تعال نشوف كده، تعال نشوف كده. ليه الستونز ما بيبقاش ليها شادوز؟ ليه الستون ساعات ما بيبقاش ليها شادوز؟ بص كده، انت عشان الستون تعمل شادو، عشان الستون تعمل شادو لازم الستون يبقى الالترا ساوند ويفز نازله كده، الترا ساوند ويفز نازله كده، وهي تيجي تقف تقفلهم كلهم. الالترا ساوند ويف بتنزل كده وبعدين توسع كده، هي طبيعتها كده. طبيعه الالترا ساوند ويفز بتنزل كده بعدين بتعمل كده، بتتسع كده. ماشي؟ طيب فلو انا الستون اتحطت في الحته دي بالظبط، اعتبر ده مجرى مائي، مجرى مائي. ماشي؟ هتقفل كل اللي وراه، هتقفل كل اللي وراه. طيب لو الستون صغيره قوي مش قادره تقفل المجرى المائي ده، الميه هتعدي ولا لا؟ الالترا ساوند ويفز هتعدي ولا لا؟ الالترا ساوند ويفز تعدي ولا ما تعديش؟ تعدي، صح كده؟ يبقى اول حاجه، اول حاجه تخليني، اول حاجه تخليني اشوف الالترا ساوند ويفز الستون مش عامله شادو، ان الستون تبقى صغيره قوي، يبقى تو سمول ستون. الحاجة التانية إن أنت مش حطيتها في الفيلد أوف فيو، يعني هي كبيرة وكل حاجة بس مش في الفيلد أوف فيو، مش في الطريق بتاعك، مش الطريق بتاع الألترا ساوند ويفز، فالألترا ساوند ويفز عارفة تعدي من هنا. تالت حاجة إنها تبقى تحت بعيدة خالص عن الفوكال زون، حاجة اسمها الفوكال زون، الحتة الضيقة. يبقى عشان الستون تعمل شادو لو صغيرة أوي الستون، لو مش مظبوطة أوي الفيزياء بتاعتها، انسى بقى أنا مش عايز أعرفك فيزياء، بس لو مش مظبوطه الفيزياء بتاعتها ممكن ما تعملش شادو. تعال نشوف ستون زي دي، تعال نشوف زي ستون زي دي. ستون زي دي انا حاسس ان هي مش عامله وراها شادو، مش عامله وراها شادو، مش شايف شادو صريح وراها، كل اللي وراها عادي. ليه؟ لانها تو سمول، تو سمول. تمام كده. يبقى دي اول حاجه تخليني كده. حاجه ثانيه ان انا ما بقاش ظابط ايدي قوي، يعني ستون زي دي ظبطت، ادي ستون اهي صغيره اهي، ظبطت العوامل بتاعتي شويه والفيزياء بتاعتي شويه، بدات تطلع شادو، بدات تبان شادو.
فالشادو مش هنعتمد عليها قوي. يعني الشادو في فيزياء، في فيزياء ممكن تلخبطها، زي هنا، زي زميلتنا اللي سألت هنا، الستونز دي يا دكتور مش عامله شادو وراها، مش عامله شادو وراها، تمام؟ الستونز دي يا دكتور مش عامله شادو وراها. ليه؟ فيزياء. انت بس فهمت ان في حاجات في الفيزياء كده. طب الستونز دي، الستونز دي عامله شادو وراها، حلو كويس، نعمه من ربنا عرفتنا انها ستون، عرفتنا انها ستون، ماشي. خلينا احنا بنتكلم في الستون دلوقتي، لسه مش بنتكلم في السلادج ولا المد ولا اي حاجه، بنتكلم في الستون دلوقتي، تمام. اول حاجه قلنا ممكن ما يبقاش ليها شكل. الحاجه الثانيه، بص كده، الستون دي لونها ابيض ومليانه كالسيوم، تحس انها نازله لتحت شويه وليها شادو صريح. في حاجه هنا مش بيضه قوي، وهي اللي تحت ولا الميه اللي تحت؟ هي عايمه على وش الميه، هي انتيرو للميه، صح كده؟ انتيرو للميه، الميه تحتيها، الميه تحتيها اهو، وهي عايمه على وشها. يبقى انا ممكن اعرف ان الكومبوزيشن او كومبوننت دي كوليسترول ستول ولا ميكسد ستون؟ كوليسترول ولا ميكسد؟ مليانه دهون ولا مليانه كالسيوم؟ مليانه كالسيوم ولا مليانه فات؟ مليانه فات، تمام، مليانه فات. يبقى انا حتى ممكن يعني اروح للدكتور اقول له خلي بالك دي ستون مليانه فات. بص كده، بص كده تاني، دي ستون عامله شادو موجوده حته تحت، دي ستون تانية عامله شادو برضو، خلي بالك مش مشكله خالص، عامله شادو بس عايمه على وش الميه، عايمه على وش الميه. ليه عايمه على وش الميه؟ دي مليانه فات يا دكتور، انما دي مليانه كالسيوم يا دكتور. ايه ده؟ يعني انا ممكن اقول للدكتور هي مكونه من ايه؟ الى حد ما ممكن، الى حد ما ممكن، تمام. الحاجة التالتة، يبقى تاني كده، يبقى قلنا الستون ممكن ما تعملش شادو، وممكن ما تعملش شادو، وممكن ما تبقاش ديبندنت. الحاجة التالتة، ممكن ما تبقاش بيضاء، ممكن ما تبقاش ايكوجينيك، ممكن ما تبقاش ايكوجينيك. ليه؟ عرفنا برضو ليه، ما فيهاش كالسيوم كتير. بص كده، كان عندي حاجة وحاجة وحاجه، ده فحص، ماشي. توقعت في الاول، انسى الفحص ده خالص، انسى الفحص ده خالص. لو انت شفت المنظر ده في الاول ممكن تفكر في ايه؟ لو شفت المنظر ده في الاول ممكن تفكر في ايه؟ حاجات لونها رمادي وجنب الول، ممكن تفكر في بوليب، صح كده، لحميات، صح كده، بوليب. طيب جينا نيمنا العيان على جنبه، جينا نيمنا العيان على جنبه، البوليب هتتحرك ولا لا؟ البوليب هتتحرك ولا لا؟ لو نيمنا العين على جنبه مش هتتحرك، صح؟ لان لازقه في الول. البوليب دي عباره عن حته لحميه طالعه من الول، حته لحميه، حته لحميه طالعه من الول. لو نيمت العين على جنبه فوجئت، فوجئت بالاتي، ان الاثنين دول بعدوا عن بعض، بعدوا عن بعض. يبقى دول بيعملوا ايه؟ دول بيتحركوا، صح كده؟ في تحرك حصل تحت، انما دي فيكسد مكانها، دي فيكسد مكانها. يبقى اللي فوق دي بوليب واللي تحت دول ستونز، لانهم بيتحركوا. مفهوم كده يا شباب؟ يبقى اللي تحت دي ستونز لانهم بيتحركوا، واللي فوق دي بوليب لانها مش بتتحرك. يبقى ايه اللي عرفني ان دي ستون معناها لونها رمادي مش لونها ابيض ومش عامله شادو؟ لو لاحظت هنا مش عامله اي شادو وراها، صح كده؟ مش عامله اي شادو وراها، تمام؟ حضرتك عرفت منين انها ستون؟ من الحركه بتاعتها، من الحركه بتاعتها، تمام؟ ما لسه جاي، لسه جاي، تمام؟ تاني كده، دي حاجه اسمها ستونز نون ايكوجينيك ستونز، بيسموها اسم تاني، بيسموها سلادج بول، بيسموها اسم تاني اسمها سلادج بول. جاي جاي جاي، كل الكلام ده جاي، كل الكلام ده جاي. هل في ساعات ستونز بتبقى امباكتد في النك، امباكتد في النك بتاعت الجول بلادر؟ اه، ركز معايا، المكانين الوحيدين، المكانين الوحيدين، ركز معايا في الكلام ده،
ثانية واحدة، المكانين الوحيدين، المكانين الوحيدين اللي بفكر ان الجول بلادر ممكن يمباكت الستون فيها، ممكن يمباكت الستون فيها، هما حاجتين فقط لا غير، الفندس والنك. الفندس والنك، النك عندي هنا حاجة اسمها هارتمان باوتش صح، وممكن والفندس عندي هنا حاجة اسمها فيرجن كاب. الستون ممكن تيجي تترصب هنا، تمسك هنا ما تعرفش تتحرك، تتزنق، تيجي ترجع لورا تلاقي البتاع ده موجود مانح، او تتحشر هنا، تيجي ترجع لورا تلاقي البتاع ده مانح. فعندي ما تقولش على كلمة امباكتد ستون، امباكتد ستون غير في مكانين، في الفندس، في الفيرجن كاب، وفي النك. دول المكانين الوحيدين اللي بقول عليهم امباكتد ستون. طيب هل يمكن يا دكتور دي كده مش بتتحرك، ممكن ما تعملش شادو؟ طب ماذا لو هي مش بيضاء كمان؟ يعني هي دلوقتي لا بتتحرك ولا عامله شادو، ماذا لو كانت كمان مش بيضاء؟ ساعتها انت مش هتعرف تشخص ان دي ستون، ساعتها انت مش هتعرف تشخص ان دي ستون، وممكن تبقى دي بولب طالعه في النك، ممكن تبقى دي بولب طالعه في النك. ساعتها بقى هنشيل او نعمل منظار ونشوف الدنيا فيها ايه، ساعتها هنشيل او نعمل منظار ونشوفها فيه ايه، خلاص انت مش هتعرف تفرق. لكن لو هي بيضاء، بيضاء وعامله شادو، بيضاء وعامله شادو، ساعتها خلاص دي ستون. لو بيضاء وعامله شادو دي ستون، مش كده؟ يبقى كل حاجه لازم بس يبقى عندي علامه تقول لي ان دي ستون. تعال نشوف هنا، تعال نشوف هنا، ادي حاجه بيضاء صغيره كده، حاجه بيضاء صغيره كده، في شادو بدا يوضح، عايز اتاكد منه اكتر احط دوبلر عليها، دوبلر عليها. الستون بتعمل لي حاجه اسمها توينكل ارتفاكت، الستون بتعمل حاجه اسمها توينكل ارتفاكت. بتيجي منين؟ حاجه في الفيزياء مش هنتكلم عليها دلوقتي، بتعمل لي حاجه اسمها توينكل ارتفاكت. تاني كده، ادي جول بلادر، استنى عشان دي ممكن فيديو تقريبا، ادي جول بلادر اهي، وشايف الستون الامباكتد في النك؟ حد شايفها؟ حد شايف الستون الامباكتد في النك؟ في هنا ستون امباكتد في النك، تمام. الستون هنا بقى امباكتد فين؟ حد شايف ستون هنا امباكتد في حته معينه؟ حد شايف ستون امباكتد في حته معينه؟ ممتاز، ممتاز، في الفيرجن كاب صح؟ في الفيرجن كاب. طيب ماشي، ممتاز. يبقى كده اتكلمنا عن الستون. طب انا عايز اتاكد من الستون، عايز اتاكد من الستون، ممكن اعمل العينه اكس راي، ممكن اعمل العينه اكس راي. لو انا صورت في الوضع الامامي اللي اسمه اي بي، هلاقي ستون هنا في الرايت سايد، الرايت سايد صح كده. بص كده الشادو بتاع الكدني اهو، والشادو بتاع الجول بلادر اهو، ركز معايا تاني، بس انا بالوان تاني عشان تبقى الشادو بتاع الكدني اهو، والشادو بتاع الجول بلادر اهو. الستون دي في الكدني ولا في الجول بلادر؟ اعرف ازاي؟ اعرف ازاي؟ اعرف ازاي هي في الكدني ولا في الجول بلادر؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل لاترال فيو، اجيب وضع جانبي، اسيبني من الاي بي فيو، اسيبني من الاي بي فيو، واعمل لاترال فيو، تمام؟ اعمل لاترال فيو. في اللاترال فيو بيختلفوا بقى، الجول بلادر بتبقى عامله كده، والكيدني بتبقى عامله كده، الكيدني بتبقى عامله كده، والجول بلادر بتبقى عامله كده. لو هي قدام السباين تبقى من الجول بلادر، لو هي على السباين تبقى من الكيدني. مفهوم كده يا شباب؟ مفهوم كده يا شباب؟ يبقى انا عندي هنا في اتنين شادو فوق بعض، بصوا يا شباب في اتنين شادو فوق بعض هنا، ماشي، في اتنين شادو فوق بعض، الكيدني، الكيدني، الشادو بتاع الكيدني، والشادو بتاع الجول بلادر، مفهومه كده؟ فانا عندي ستون هنا، احتمال تبقى منين؟ لا من الكيدني لا من الجول بلادر صح، من واحده فيهم. اعرفها ازاي؟ ادي الاثنين فوق بعض، ادي الجول بلادر وادي الكيدني، ادي الكيدني وادي الجول بلادر. لو لقيت الشادو في اللاترال، في اللاترال قدام امامي، يبقى من الجول بلادر.
لو لقيته على السباين تبقى من الكدني. اتفهمت كده؟ حد مش بايبل لسه مش فاهمها؟ بايبل لسه مش فاهمها برضو ولا فهمتيها كده؟ تمام تمام كده. يبقى احنا كده ايه، فرقنا الاثنين عن بعض، فرقنا الاثنين عن بعض. تمام. في مرحله قبل الستون، انا قلت لك خلي بالك الجول بلادر دي، انا قلت لك خلي بالك الجول بلادر دي عامله كده ومليانه دهون. الدهون دي قبل ما تتجمع وتعمل لي ستون، ممكن تعمل لي حاجه اسمها تعمل لي فلويد كده تترسب لتحت، تترسب لتحت، تعمل لي حاجه اسمها مض، تعمل لي حاجه اسمها مض. بعض الناس بيسموها هي بيسموها سلدج. يبقى قبل ما المض، قبل ما دي تتجمع وتتجمع في حاجه فوكل كده، في دايره فوكل، بتبدا تترسب. زي ما تجيب كوبايه شاي ويبدا السكر والشاي يترسبوا تحت، فده اسمها مض. ده اسمها بنسميها عندنا في مصر، دي اسمها بنسميها تفل مش طفل، تفل تفل مش طفل، ماشي؟ فده ممكن يبقى حاجه شبهها كده اسمها المض. تمام. ايه بقى اللي يرسب، ايه اللي يرسب مض ده، اللي يعمل لي المض ده؟ كذا حاجه. ايه اللي يعمل لي المض ده؟ كذا حاجه. اشهرهم على الاطلاق السلادج، السلادج اللي هو عباره عن كوليسترول عامل فلويد ليفل. في احتمال تاني، في احتمال تاني البلد، ودي هتيجي في حالات ايه؟ امتى يجي لي بلد؟ في حالات ايه؟ حالات ايه؟ تروما، صح كده؟ واحد اتخبط، ممتاز، واحد اتخبط فالجول بلادر اتعورت فبدات تعمل لي سيدمنتيشن ليه. او ممكن بس العيان ده لازم يبقى عنده ايه؟ لازم يبقى عنده ايه؟ ممتاز، فيفر وليكوسايتوزيس، فيفر وليكوسايتوزيس. تمام. وممكن حاجه ثانيه اسمها ميلك اوف كالسيوم، ميلك اوف كالسيوم هوريها لك دلوقتي، تختلف عنهم شويه. يبقى ايه الاحتمالات؟ لما اجي اقول لك ايه الاحتمالات دي تقول لي سلادج، تقول لي بلاد، بس ميلك اوف كالسيوم. تمام. بص كده، عيان جالك بالمنظر ده، دي كده اسمها بيلياري مض. العيان ده ما عندوش تروما، ما عندوش فيفر، ماشي، ما عندوش تروما، ما عندوش فيفر، يبقى لا هي بايل، لا هي بلاد، ولا هي بس. يبقى خلاص هنكتب عليها مايلد اماونت اوف مض، مودريت اماونت اوف مض، وهكذا. مش كده؟ دي مثلا كده ممكن تكتب عليها مودريت اماونت اوف مض، دي ممكن تكتب عليها انها في مودريت اماونت اوف مض، ماشي، انسايد جول بلادر. ساعات المض ده بيبدا يتجمع عشان هيبدا يكون لي ستون، صح كده؟ عشان انا قلت لك هيبدا يتجمع عشان يكون لي ستون، هيبدا يتجمع عشان يكون لي ستون. بس ادالك شكل ايه اول ما اتجمع ولزق في بعضه كده؟ ادالك شكل ايه اول ما اتجمع ولزق في بعضه؟ ده اللي كان عامل فلويد ليفل من شويه، ده اللي كان عامل فلويد ليفل من شويه، اتجمع كده، بقى شبه كأن البلادر فيها سوفت تيشو ماس، صح كده؟ كأن البلادر فيها كانسر او سوفت تيشو ماس. الحل على طول نعمل ايه؟ الحل على طول نعمل ان هي نعمل دوبلر. حل على طول ان احنا نعمل دوبلر. وممكن تحرك العين، ممكن تحرك العين، ممتاز. هي ساعات بتتحرك وساعات لا، برضه عشان ابقى صريح معاك، ساعات بتلزق، ساعات لما انت يبقى عندك سمنه كده ولسه واكل، عارف لما تبقى لسه عامل شويه سجق كده او سوسيس في طاسه، ويبقى فيه شويه سمنه ويلزقوا في الطاسه كده، صح؟ مش ساعات ما بيلزقوا في الطاسه، فساعات بتلزق. فالاهم عندي ان ما فيهاش دوبلر، ساعات ما عندي ما فيهاش دوبلر. تمام. تاني ادي ستون وجنبيها شويه مض. في حاجه اسمها سايد لوب ارتفاكت، مش عايز اوجع دماغك بيها قوي، بس بص نصيحه، يعني نصيحه، قبل ما تكتب ان الجول بلادر فيها ستون او مض، اتاكد ان ده مش ارتفاكت جاي من الديودرم اللي جنبيها،
اتاكد ان ده مش ارتيفاكت. وعشان تتاكد ان ده مش ارتيفاكت في حاجه اسمها سايد لوب ارتيفاكت، في حاجه اسمها سايد لوب ارتيفاكت، ان انت تشوف تعمل على الديودينم تلاقي الجول بلادر الحاجه اللي في الديودينم ظاهره انسايد الجول بلادر. ليه ده ارتيفاكت فيزياء؟ ده ارتيفاكت فيزياء مالكش دعوه. الحل الاسهل من كمان العيان يشرب ميه، غير الوضع بتاعه، غير الوضع بتاعه، نايم العيان على جنب، نايم العيان على جنب وبص عليها، بص عليها من مكان تاني. فقبل ما تقول لي العيان ده عنده، قبل ما تقول لي العيان ده عنده مض وعامل مض اهو انسايد، قبل ما تقول لي مض وخلاص ده داخل مرحله ان الجول بلادر بتاعته بدات تتعب، لا نايم العيان على جنب. المض لو بقى ماركت مض، لو بقى ماركت مض بنسميها هيباتايزيشن اوف جول بلادر. لو المض ملا الجول بلادر تماما، لو المض ملا الجول بلادر تماما هنسمي ده هيباتايزيشن اوف جول بلادر. المض لو ملا الجول بلادر تماما هنسمي ده هيباتايزيشن اوف جول بلادر. تمام؟ طبعا ده عيان جاي في حادثه، عيان جاي في حادثه مخبوط حادثه، ما تقوليش ان ده مض، ما تقوليش ان ده مض، ده حادثه، ده مخبوط، ده ممكن يبقى بلاد كلوت، صح كده؟ ممكن يبقى بلاد كلوت. عيان جاي لي في حادثه مخبوط ولقيت حاجه جوه الجول بلادر، ما تقوليش ستون، ما تقوليش ستون، لا ممكن الجول بلادر تبقى عماله تنزف، الجول بلادر تبقى عماله تنزف والبايل بتاعه يتملي دم، صح؟ يبقى انا عندي الهيستوري مهم. اخر حاجه بعدين هناخد البريك، الميلك اوف كالسيوم. الميلك اوف كالسيوم ان الجول بلادر اللي كانت مليانه مض عامل فلويد ليفل، المض ده بدا يتملي كله كالسيوم، بدا يتملي كله كالسيوم، كانه اتملى، كان حد رمى فيه لبن. فبص منظره في السي تي فعلا كان في حد رمى شويه لبن انسايد الجول بلادر. تبص عليهم بالسونار تلاقي عامل زي المسطره كده، عامل زي المسطره كده، دي اسمها ميلك اوف كالسيوم. بص كده حضرتك بتعمل سونار لعيان، لقيت المنظر ده، لقيت المنظر ده، حاجة عاملة فلويد كده وشكلها أبيض شوية، وشكلها أبيض شوية. قول للعيان عندك حاجة من الاتنين، لا نعمل سي تي، بص عملنا سي تي لقينا فعلا حد كأن حد رامي لبن كده جوه الجول بلادر، كأن حد رامي لبن كده جوه الجول بلادر، لقينا نعمل اكس راي، اكس راي ادي الجول بلادر وحد رامي لبن كده جواه، ماشي، اسمها ميلك اوف كالسيوم. تعال نراجع وبعدين خد بريك، تعال نراجع وبعدين خد بريك، تعال نراجع بسرعه بعدين خد بريك. حد عنده استعداد يراجع معايا؟ حد عنده استعداد يراجع؟ حد متطوع؟ سلام، يلا سلام، هم ميت يور سيلف يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. نبدا يا سلام، احنا خدنا قبل البريك اناتومي، اناتومي خدنا شويه انوماليز، بعدين خدنا الجول بلادر ستون، بعدين خدنا الجول بلادر مض، ماشي كده، خدنا اربع حاجات، تعال نجاهم في ثلاث دقائق كده. الاناتومي، الاناتومي الجول بلادر اللينس بتاعها كام؟ 10 مللي، 10 سنتي اللينس بتاعها، 10 سنتي، 10 سنتي، 4 سنتي، 4 سنتي، انتيريور وول ويدث 3 مللي، 3 مللي. بنقيس الانتيريور والبوستيريور وول من ناحيه الانتيريور وول في ال اس، في ال اس لناحيه الليفر، صح كده؟ طيب مين اللي بيغذي، مين اللي بيغذي الجول بلادر؟ سيستيك ارتري، سيستيك ارتري. طيب مين في شويه حاجات كده ملولوه عند السيستيك داكت اسمها ايه؟ فالف، مش عارف نسيت اسمها، استرا، ممتاز. الجول بلادر لو فيها حاجه انكمبليت سيستم كده بنسميها فولد، فولد اشهر فولد اسمه فريجيان كاب، موجود عند فاندس، موجود عند الفولد، ممتاز. تعال نروح عند الانوماليز. اول حاجه ان الجول بلادر ممكن تبقى مش اجنيسز، مش موجوده، ممتاز. بنعمل لها فحص اسمه هايدا سكان، ممتازه، هايدا سكان، ممتازه. طيب تاني حاجه ان احتمال الام اكتوبيك ابنورمال بوزيشن، فابنورمال بوزيشن غير البوزيشن بتاع حل
علي. ثالث حاجه انا ممكن الاقيها دوبليكيشن دوبليكيشن للجول بلادر. رابع حاجه دايفرتيكولا. الاقي الجول بلادر طالع منها دايفرتيكولا كده لبره، مش دعوه بالجول بلادر. خامس حاجه ممكن مالتيبل اور سنجل. ايوه سبتم، ممكن الاقي سبتم انسايد الجول بلادر واصل من الول للول، ممكن الاقي. طيب وبعدين ممكن الاقي حاجه اسمها فلوتنج جول بلادر، نسيها دلوقتي. فلوتنج جول بلادر. الستول ليها اربع تعريفات اساسيه، ايه هما؟ تكون ايكوجينيك، بيضة، عندها بوستيريور شادو، ليها شادو وموبايل وجرافيتي وديبندنت جرافيتي وديبندنت. طيب امتى ما لقاهاش ايكوجينيك؟ نعم امتى ما لقاهاش بيضة؟ لو ما كانش فيها كالسيوم زي الكوليسترول. لو هي طيب امتى ما لقيش ليها شادو؟ لو ما كانش كنت لو ما كان مثلا سمول او مش في ال بيم بالظبط، او شويه حاجات في الفيزيكس كده مش موجوده في البوزيشن الطبيعي بتاعها او ماشي. طب ما لقاهاش موبايل، لو كان مثلا كوليسترول هتكون عايمه زي لا لا ما لقاهاش موبايل مش بتتحرك. موبايل لو كان مثلا امباكتد في النك او في بالظبط. عندي حاجتين اساسيين في الفرنج كاب وفي النك دول كده. اخر حاجه امتى الاقيها مش ديبندنت؟ قلت لو كنت انت بتاعها كان كوليسترول اكتر فهتكون زي العايمه، عايمه على وش المايه. ممتاز. طيب قلنا الجول بلادر قبل الكوليسترول بيبقى ليفل اسمها سلادج ماشي او سلادج. عندي ثلاثة أربعة ديفرنشال دياجنوز السين دي او اما كوليسترول بالظبط. اول حاجه المبض العادي خالص او السلادج العادي ودي غالبا بلاقي العيان مستون او معاه شويه بين او قاعد في المستشفى او ثاني حاجه او بوست تروما ممكن يكون بلاد بالظبط. بنسميه هيموبيليا يعني دم هيموبيليا. ممتاز. ثالث حاجه لو في فيفر هيكون الليكوسايتوسيس هيكون بس بالظبط. وبعدين طب لو لقيته ابيض كده ابيض وشكله غريب كده ملك في كالسيوم ملك في كالسيوم. الملك في كالسيوم ده عامل له ايه؟ سي تي اكس راي او سي تي صح كده؟ اكس راي او سي تي تمام. هو يبان لي واضح وصريح جدا. طيب في حاجه اسمها سوبر سلادج، ان انا اشوف الحاجات اللي جوه الديودرم اللي جنب الجول بلادر اشوفها انسايد الجول بلادر، ودي بنحلها ازاي؟ انا الجول بلادر اهي والديودرم اهي، بحط البوزيشن نغير البوزيشن بتاع البيشنت او يشرب ميه وفوق. الممتازه يا سلام، ربنا يبارك فيكي ربنا يبارك فيكي يا رب. ميرسي يا دكتور. ميرسي. ممتاز. حد يا شباب عنده أي مشكلة في أي حاجة تاني؟ حد عنده أي مشكلة في أي حاجة تاني؟ ممكن صح، ممكن تختفي صح. لا اكتبها سلادج بول، اكتبها سلادج بول أو كوليسترول ستون أحسن. طيب لو تمام كده الجزء الأول، الجزء الأول كده المحاضرة معانا تلت ساعة راحة، هنرجع الساعة 9:30. هنرجع الساعة 9:30. هنرجع الساعة 9:30، واللي عنده أي سؤال يبعت لي على الخاص ونجاوبه إن شاء الله في أول. ممتاز يا شباب.